Ah, girou de leque. Só foi no meu dedo, não? Ah? Meu dedo. Não, que são os dias de que é o dia de حليب. واحد يوغورت من نكهة الفاني كبسة ديال البيضات تفاح مقطع لترانش هكا عندنا ثلاثة ديال الخمارات حمرين واحد فاني والدقيق صافي خالد ناخذ مولينيكس ديالنا وعفوا نسيت عندنا كاس ديال السكر سيده عندنا كاس تاع السكر سنيده وناخذ السنيده نحطها يدينا نهرسو البيض ديالنا في الخلاط نبداو نخلطو البيض مع السكر البيض نضيفو اليوغورت نضيفو اليوغورت ديالنا نضيفو الزيت كاس اونس نتاع الزيت كاس نتاع الحليب ساشية نتاع الفاني ونعاودو نخلطو المقادير كاملة البيض ناخذ الخليط ديالنا ونفرغه في اناء بحال هذا الشكل هذا وناخذ الطراب اليدوي ونبقاو نضيفو الدقيق شيئا فشيئا نحسبو بالملاعق جوج ثلاثة ملاعق نضيفو ثلاثة نتاع خمارات حمرين نبقاو نخلطو على هاد الشكل هذا نضيفو الباكا هكا نخلطو
ديالنا يبقى خفيف ما تكونش العجينه ثقيله بزاف. على هذا الشكل هذا يكون خفيف، تجينا تقريبا حوالي 10 معالق نتاع الدقيق. ناخذ الملكة بالشكل هذا، غنخويو الكيك ديالنا البلاطه كنا دايرين فيها ورق الزبده من قبل. نحاولوا نضربوا البلاطه شويه بحال هذا الشكل هذا باش تقادوا لينا كاع الجوانب. كناخذ التفاح اللي كنا قطعناه تخونش على هذا الشكل ونبديو كنشطفوهم على هذا الشكل هذا. هنا تقريبا احتاجيت جوج تفاحات كبار قطعين. ندخلو اللاطا ديالنا للفران ونخليوها حتى تحمر. بالنسبة لاكخيم ديال الطبقة الأولى غنحتاجو لاكخيم باتيسيير هادي، غنحتاجو جوج كيسان كبار نتاع الحليب، جوج كيسان كبار نتاع الحليب على الشكل هذا، تقريبا نصف لتر تاع الحليب، نحتاجو 3 معالق كبار تاع لاكخيم باتيسيير، ثلاثة معالق كبار تاع لاكخيم باتيسيير، نكهة الفاني اللي بغا نكهة الليمون يديرها ماشي مشكل، عندنا 4 معالق كبار تاع السكر، الحلاوة كتبقى على حسب الذوق، 3 أو 4 معالق كبار تاع السكر، ونخلطو المقادير جيدا، نضيف
غنديروها فوق البوطه، نديروها فوق البوطه حتى يختار لينا الخليط. من بعد ما اختارت لينا على هذا الشكل هذا الخام ديالنا ولا ثقيله وعاقده هذا الشكل هذا عاقده، ناخذ شي تبصيل ماشي اناء ونفرغها على هذا الشكل هذا. ورق السلوفان طبعا نحطوه باش ما يدرنيش ديك الطبقه اللي يابسه من فوق، وندخلوها في ثلاجه تبرد. بالنسبه لا كريم شانتيي، عندي شانتيي بحال هذا الشكل هذه لا كريم شانتيي، عندي كاس بارد نتاع حليب، علبة شانتيي، نخلطوها مزيان تطلع لينا. بالنسبة لي عندها خلاط الكهربائي طلعوا بالخلاط الكهربائي أفضل. نخلطوها هكا تطلع لينا الشانتي ديالنا. كما شفتوا يعني مبقاش كتنزل يعني هكا يعني وجدات. نقصوا كمية من الكريم شانتيي هنا نصف، ونزيدو نصف الكاكاو، نصف باكية ديال الكاكاو، حوالي ملعقة صغيرة نتاع الكاكاو المر. هذا فقط للتزيين كما قلت لكم، اللي عندها التراب الكهربائي افضل كيسهل عليك الخدمه. هكذا وجدان الكريم شانتيي ديالنا. نديروها في الثلاجة حتى يطيب الكيك ديالنا، وندوزو لمرحلة التزيين. نعطيوها بالسلوفان نديروها في الثلاجة باش تشد راسها مزيان. هذا
بالشكل هذا ونغطيو لا كريم الثانية ديالنا البيضاء بنفس الطريقة، نديروها في الثلاجة باش تبقى شادة مزيان، ونديروهم في الثلاجة. هذه هي الكيكة ديالنا من بعد ما كتحمر. كناخدو قطعة أخرى ديال ورق الزبدة نقلبوه على هاد الشكل هذا، الشكل هذا ونغطوه عشان يبقى المكان ديالو. عندنا هاد الإطار هذا قطعنا به دائري، قطعنا به الكيك ديالنا، قطعنا على هاد الشكل هذا. هنا عندنا السيرو اللي وجدناه بكاس ديال الماء وكاس نتاع السكر مع واحد الساشيه نتاع الفاني، درناه يطيب فوق البوطه حتى دابا كاع السكر وحيدناه. غنسقيو به الكيك ديالنا مزيان وناخدو لا كريم باتيسير ديالنا اللي درناها بهاد طبقه ثانيه. عندي هنا دوك الاطراف اللي كانوا شاطوا لينا من قطعه نتاع المول، هما اللي غنديرهم في الوسط باش ما يبانوش. غنحاولوا نقدوهم هكا في الوسط
باش نسدو كاع الفجوات اللي عندنا بالشكل هذا. ما عادش تبان جايه في الوسط. نحاولوا نسدو كاع الجوانب اللي عندنا، نخليو حتى شي جانب حوي. الشكل هذا ما تخافوش انا معليش تبان، يعني نديرها افالو نضغطو جيدا، نعاودو نسقيو السيرو ديالنا باش نخرج اصلا كي كره هشيش وطريب. نعاودو الكمية اللي بقات لنا تاع لاكخيم باتيسيير، نحاولو نسرحوها على هاد الجوانب كاملة في الوسط. هنا الطبقة الأخيرة نديرو هاد الشكل هذا، ماشي مشكل إلا كانت تشقات ليكم حيت التفاح غادي يكون تشق في بلاصة ديال لي كيتواجد فيه التفاح، نحاولو نصيبوها بحال هكا على هاد الشكل هذا، ونسقيو عاوتاني السيرو ديالنا. نخول كيك مزيان، هذه الطريقه هذه هكذا، نحاول نضغطو باش تاخد لينا شي معمول. ناخذو لاكريم كونفي وضعناها في هاد الكيس هذا باش تسهل علينا العمل، نحاولو نسرحوها هكا الوسط هاد الشكل هذا. ناخدو ملعقة باش تعملنا الخدمة، نحاولو نحلو المول ديالنا غير بالعقل. الشكل هذا نحيد هاد لاكخيم اللي سقات لينا في الجوانب، نصيقموها مزيان، نسرحو لاكخيم ديالنا عاوتاني. عندنا هاد الجوانب اللي بقاو هنا، نديرو لاكخيم اللي بقات لينا باش نلصقو فيها التزيين. ناخدو عندنا هنا فيرميسيل ونحاولو نسقوه
من الجوانب بهذا الشكل هذا. كناخذوا لك خيم شونتي ديالنا اللي كنزنا معها كابل. عندنا هنا الراس على هذا الشكل هذا. نحاولوا نديرو تزيين كيبقى على حسب الرغبة هذا الشكل هذا. ناخذ قليل من البرميسيل نديرو على الرؤوس على هذا الشكل هذا. وناخذ الشوكولا اللي كنا ذوبناها محمد مريم. عندنا الشوكولا خلطناها مع معلقه ديال الحليب وذوبناها محمد مريم صبحات على هذا الشكل كلاصاج هكا. ناخذو ونديروه مع الجوانب بحال هذا الشكل هذا. كما قلت التزيين كيبقى على حسب الرغبة. بالنسبة اللي ما عرفش يخدم بالمعلقة يدير الشوكولا شي إبرة ولا شي بلاستيك ويخدم بيها. ناخذ كيردون على هذا الشكل هذا ونمشيو هكذا. ومن بعد كنرجعوا في الاتجاه المعاكس بالشكل هذا كيبقى على حسب الرغبه هكذا. هكذا كتكون الكيكة ديالنا وجدات كما كتشوفوا.
من بعد ما درناها بردات في الثلاجه 6 سوايع تقريبا، غنقطعها على هذا الشكل هذا.